ما كاينش شي بلاد في العالم اللي غادي تقدر تقول لك غادي نحد النزيف من الهجره، لان نقص الموارد البشريه في القطاع ديال الصحه مساله عالميه دوليه، وازمه كاينه على المستوى القاري ماشي القاري، يعني بغيت نقول على المستوى ديال الكره الارضيه. اللي خصنا ناخذوا بعين الاعتبار النقص الحد، وناخذوا بعين الاعتبار النسبه اللي غادي تكون اللي بغات تهاجر، ولكن خصنا نعرفوا شنو هما اسباب ديال الهجره، الاسباب ديال الهجره اللي كتجعل هذا الطبيب اليوم ما كيستقرش في المغرب وكيعينوا انه يمشي للخارج مباشره ما يسالي التكوين ديالو الاولي في 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 البلاد ديالو. انا ما كاينش جاذبيه، ما عندناش تحفيزات مهمه، ما كيمشي كيشوف راسه، ولا سيما انه الا كان الا تخرج غادي يصيفطوه واحد المكان اللي ما فيهش واحد، يعني بغيت نقول لك النمط العيش ديالو كيشوفه هو غادي يكون ماشي النمط العيش اللي كان كيطمح ليه في الحياه ديالو، كيقرا 8 سنين ودار اختصاص 15 عام وخرج كيقول لك انا غادي نعيش في واحد النمط. هذا هو الواقع، خوتنا وليداتنا هادو هما، هذا واقع من وجبد. فبالتالي هاد التشخيص هذا خاصنا نعالجوه بواحد الطريقه هي تقنيه، خاصنا نزيدوا في عدد ديال المراكز ديال التكوين وعدد ديال الناس اللي بغاو يقراو في الكليات ديال الطب، باش داكشي اللي كنخرجوا نقبلوا على الاقل كنتقبلوا واحد النسبه انها بغات تهاجر تهاجر. ولكن ما تنساش واحد القضيه في اطار الاصلاح اللي كاين ديال هذا الاصلاح ديال المنظومه الصحيه في هذا الورش الملكي، راه بزاف ديال الامور اللي جات في الوظيفه الصحيه واللي فيها اغراءات انها يمكن تستقطب، واللي ما نقدر ناكد لكم ان كاين بزاف ديال المغاربه اللي في الخارج يبغوا يدخلوا كيخص تفعيلوا الاجراءات ديال الوظيفه الصحيه، لان كتيح لهم الفرصه انه في اطار تعاقدات يمكن لهم يخدموا بواحد النظام اللي جد محفز. هذه من جهه. ثاني راه الدوله قامت بعد التعديلات في القوانين، لا لوا 131/1331 اللي تعدلات 33/21 وقاموا فيها، كانوا تعديلات اللي حيدات ذاك العراقيل اللي كتخلي الاجانب يجيو يخدموا هنايا. فبالتالي اليوم خصنا نعرفوا بان كان عندنا 453 اجنبي خدام في المغرب، علاش باغي يجي يخدم؟ لان عاجبو السيستم ديال المغرب يجي يخدم فيه، اذا علاش الناس ديالنا ما يعجبهمش السيستم؟ اذا خصنا نخدموا على الكم وعلى كذلك حتى الكيف باش يمكننا نحفزوا هاد الناس هادو ويبقاو كيخدموا عندنا في البلاد ديالنا. واش غادي واش غنحبسوا الهجره؟ ما يمكنش تحبس، لان ملي كتجي كتلقى استراليا كتعطي 10 المرات، كاين اغراءات دوليه. فبالتالي خاص يدار هادشي في واحد يتشاف بواحد النظره شموليه، ما كاينش الاغراءات الماديه، كاين جوده العيش، كاين العائله، كاين الروح الوطنيه، بغيت نخدم بلادي، كاين بزاف هاد الامور اللي كتخلي ان المغربي يجلس في بلاده ويخدم الناس اللي تاقوا فيه. شكرا.